بسم الله الرحمن الرحيم. بعد دخولنا مدينة حلب منذ حوالي شهر تقريبا، تم السيطرة على حوالي 70% من الريف والمدينة، وكل يوم هناك عمليات جديدة للواء التوحيد وباقي عناصر كتائب الجيش الحر. أمس بالأمس تم محاولة اقتحام لدوار الجندول الذي نسيطر عليه نحن لواء التوحيد، فقامت كتائبنا بالتصدي لعناصر عصابات الأسد وتم تدمير دبابة وناقلة جند بي ام بي بعون الله تعالى. وأمس في عند دوار سبع بحرات كان هناك عملية نوعية من قبل عناصرنا، تم نصب كمين لعناصر الأمن والشبيحة وتم قتل حوالي أكثر من 10 عناصر من عناصر الأمن والشبيحة. ونحن اليوم نقوم بالإضافة لعملنا القتالي بحماية المنشآت الثقافية والأثرية والمكتبات التراثية وباقي الأحياء وأحياء حلب القديمة. أما اليوم فتم التوقف عند هذا الحد من أجل حماية الأحياء والاستعداد للمعركة المقبلة، المعركة التي ستكون هي إن شاء الله تحرير حلب نهائيا من عصابات الأسد وشبيحته. الخطة المستقبلية للواء التوحيد ما هي؟ ما هي الاستعدادات الآن؟ نحن نقوم بالاستعدادات وتدريب العناصر وأيضا الاستعداد وجمع الذخيرة والسلاح من أجل تحرير معركة تحرير حلب من عناصر الأمن والشبيحة والجيش. هي المعركة التي سوف تكون فاصلة، والتي إن شاء الله بفضل هذه المعركة سوف نقوم بإسقاط النظام، نظام الإجرام ونظام الطغيان والظلم والفساد. نحن لاحظنا أن الكتائب المقاتلة على الأرض سيطرت على نسبة كبيرة من مدينة حلب، وهي تقوم بالتصدي لكل الحواجز الأمنية والتعزيزات العسكرية، ولكن الطيران يقوم بقصف المدنيين. ما هو الحل أمامكم أو الخيار الذي يمكن تستخدموه ضد الطيران؟ نحن نطالب الدول التي تدعي أنها تدعم الشعب السوري بإرسال الصواريخ التي هي الوحيدة الكفيلة بإسقاط هذه الطيران. ونحن نتمنى من الدول الأوروبية وأمريكا والدول التي تدعي أنها تقف مع الشعب السوري بإرسال الصواريخ أو إقامة منطقة حظر جوي حتى لا يقصفنا الطيران. بالأمس تم في إعزاز شاهد كل العالم شاشات التلفزة المجزرة التي حدثت في إعزاز نتيجة القصف بالطيران، والقصف بقنابل تزن 250 رطل أو أكثر. هذه القنابل تدمر أحياء بالكامل، قنبلة واحدة تدمر حي بالكامل، وشفنا ورأينا مباحث جثث بالأراضي وتحت الأمطار.